أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بفوز جياد فريق فيكتوريوس في يوم السبت الممتاز في أمسية مهرجان كأس دبي العالمي لسباقات الخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فوز سيليوت ذات سوليدير وغو سولجر. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذه الانتصارات تؤكد مسيرة فريق فيكتوريوس في المحافل الخارجية خصوصا وأن مهرجان كأس دبي العالمي لسباقات الخيل يعتبر من السباقات العريقة على مستوى العالم ويحظى بمشاركة كبيرة ومنافسة قوية ومفتوحة. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بجهود الفارس إدري ديفيرس الذي قاد سيليوت ذات سولدر بتحقيق الفوز، كما أشاد سموه بجهود الفارس إدري ديفيرس بتحقيق لقب البستكية متمنيا للفريق دوام التوفيق والنجاح في المحافل الخارجية. هذا وحقق سيليوت ذا سوليدير بطل تحدي المكتوم في نسخة 2021 بشعار فيكتوريوس، حقق من جديد نفس اللقب الذي يحمل صنف فئة أولى بأمسية السبت الممتاز بمضمار ميدان العريق والممتد على مسافة 2000 متر بمشاركة 15 جوادا. وبسط سوليدير سيطرته عليه ليتجه بعد هذا الفوز للشوط الرئيسي على كأس دبي العالمي. فيما حقق جو سولجر ملك فريق فيكتوريوس لقب البستكية صنف قوائم على مسافة 1900 متر على الأرضية الرملية في يوم السبت الممتاز الأمسية الأخيرة من مهرجان كأس دبي العالمي والتي تؤهل ليوم الكأس آخر هذا الشهر الجاري. انتصار رهيب، انتصار بحريني رهيب. ننتظر الانطلاقة، هي الانطلاقة، إذا انطلاقة الشوط السادس، انطلاقة شوط تحدي المكتوم الجولة الثالثة. سالوذا سولجر يحاول الآن، سواها سالوذا سولجر وتصدر، يا سلام على هذه الانطلاقة. سالوذا سولجر في أداء سوبر، في أداء ناري، في أداء رهيب. سالوذا سولجر بطل تحدي المكتوم، روعة 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 عملية النهاية.